الخبر اول اللي عادنا عن يارا عزيز اغنيتها الجديده فعلت على حسب بالانستغرام انه هي راح تنزل اغنيه جديده بعد النجاح الحقيقه باغنيه فريش يا حبايب. طبعا الاغنيه كانت رهيبه وبنفس الوقت كان بيها الراب كلش سريع. فكتبوا حبايب لكم التاج قلتوا متحمسين لاغنيتها الجديده. ننتقل حاليا لاحمد ابو الروب الصبا وشويه ستوريات نزلوها للضحك. فهذه الستوريات كان عسى الصبا لابس الخاتم وتقول لاحمد ابو الروب ليش انت لابس الخاتم مالتك، فهو يتحجج وهي عصبت. راح اعطيكم الستوريات شوفوها. انا لابس الدبله وين هلا كان في ايدك واحد راها مني سرقت. وين الدبله؟ وين الدبله؟ في حرامي دبل كثير قوي عم يتسرق. مش ننتقل حاليا لاميرة الحسين يا حبايب وسفرها. فنزلت هذا الستوري من داخل المطار وبالستوري الثاني شدت على من خلاله انه راح تنزل مقطع على اليوتيوب. هذا المقطع راح تقول لنا وين هي سافرت بالضبط. فراح اعطيكم الستوريات شوفوها واكتبوا لنا وين توقعون سافرت. الناس اللي عم تسال اميره وين مسافره ولوين رايحه استنوا فيديو اليوتيوب ان شاء الله هلا وين راح نزله عن الرحله اللي انا رايحه عليها وليش رحت وليش. انتقل حاليا لآياتي ومرضى يا حبايب. فنزلت هذا الستوري كنت مرضت شوي وكنت فاكر عندي كورونا بس الحمد لله انا كويسه. على كل الله يشفيها يا رب ان شاء الله ما بين الخير والعافيه. ودوا لي يا حبايب بالكومنتات الله يشفيها بالكومنتات. ننتقل حاليا نورمال يا حبايب تنزل هذا الستوري دي من خلاله انه سوى مقلب كلش ناري وخلى الشخص اللي سوى بي المقلب انه يبكي. وراح ننزل قريبا يا حبايب راح اعطيكم الستوريات شوفوها. رهيب واخيرا على اليوتيوب مع مين؟ خليته يبكي والله خليتك تبكي مقلب رهيب. ما كنت رجل بمساعدة مريومة سلطان بربك ما خاف والله. ننتقل حاليا لغيث مروان ورد على بعض الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول فكان يسألون اكو علاقة بينك وبين قمر الطاي انه علاقة حب، فقال بس هبل يعني ماكو اي علاقة بينهم. بالستوري الثاني ما كان يسألوه اذا انت على علاقة، فهو يحاول يتهرب الموضوع ويكتب مع الاسف. فكتبوا الكومنتات هتوقعون غيث مروان على علاقة حب او لا. ننتقل حاليا لزينب يا حبايب ونفس الشيء هم سويته ردت على بعض الاسئلة. لما سألوها انه ان شاء الله حتتحجبين ردت انه ان شاء الله اكيد، فهذه طبعا حتكون رابع مرة هي تتحجب لان 3 مرات هي خلعت الحجاب بالسابق. ننتقل حاليا الاميرة بالختام يا حبايب وش الغريب اللي سوته ولو تنزيل هذا الستوري ولكن مسحته فجأة. فبهذا الستوري يا حبايب كان حاطه بيه اشتياق، واضح انه يشتاق لمحمد كريم ولكن الغريب انه هي حفته، فاغلب المتابعين صاروا يتوقعون انه هي مشتاقه لمحمد كريم ولكن حفت الستوري عم بينتبه. على كل راح احطكم الستوري شوفوه. بوصل يا حبايب نصة المقطع. فشنو وطعوا اللايكات شنو كوفيت زي مقدمة القصص. أحبكم ومع السلامة.